جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة يعني هدية والخطام على الناقة هو الحبل الذي يربط ولذلك هو خطام في الناقة ولجام في الفرس فلما جاء بها صدقة قال له عليه الصلاة والسلام لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة يعني مجهزة للارتحال هذا من فضل الصدقة